أزمة السكن هي يعني ما نجيب شيء جديد في الحديث عن هذه الأزمة، هي أزمة متجذرة منذ ثمانينات القرن الماضي. أقول أنه في الفترة الأخيرة هناك بوادر يعني حلول معالجات لحل جزء من المشكلة، لحل جزء من المشكلة، وأعتقد بمرور الوقت خلال الفترة يعني سنة أو سنتين المقبلة راح يصير تغيير عندنا بمشهد قطاع السكن. خلال سنة أو سنتين يصير أكو تغيير؟ خلال سنة أو سنتين، لأنه الآن كثير من يعني من الخطوات المهمة من الحكومة من القطاع الخاص في قطاع السكن. من هاي الخطوات يا ريت تذكرها سيد عبد الزهر. راح نشهد حقيقة يعني عمل كبير في ما يتعلق بإنشاء المجمعات السكنية. نعم. أتكلم عن العاصمة ولو كل المحافظات العاصمة. نتحدث عن العراق بشكل عام، احنا كوزارة التخطيط. طيب. نتحدث عن المشهد العراقي بشكل عام فيما طيب. يتعلق بالسكن. طيب. وبالتالي هناك يعني آفاق استثمارية واسعة جدا في قطاع السكن من جهة، ومن جهة أخرى هذا أتحدث عن القطاع الخاص. نعم. وعن الحكومة أيضا ضمن يعني خطط اللي وضعتها الوزارة. بصراحة هناك كثير من المجموعات السكنية اللي يعني سيبدأ العمل بها خلال فترات قصيرة، بعض أيضا موجودة على قيد التنفيذ، ربما كان متوقف أو متلف بسبب ظروف اقتصادية ظروف أمنية إلى آخره، أيضا هذه يعني سيستأنف العمل بها. هل ستحل المشكلة بشكل كامل يعني ونتحدث عن يعني تأمين سكن 100% خلال فترة قصيرة؟ لا، لأنه إحنا عندما نتحدث اليوم عن يعني 3 ملايين أو ربما أكثر أو أقل من هذا الرقم حاجتنا من السكن، نحتاج إلى مدى زمني. لازم نتحدث أيضا عن ظروف ما زالت غير مستقرة في العراق، لا الظروف الاستثمارية مستقرة ولا الظروف السياسية مستقرة، بالتالي كلها تمثل عقبات أمام صح. أمام مشاريع صح.